استنى ادي الشبك ولا يوسف يا جامد. لا 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 استنى لا يوسف يا جامد انا جاي صيدة. عملنا مصيدة بالاتنين التعبانين عملنا مصيدة بالاتنين التعبانين. يوسف بيكسر الطيار. ايماني ايه؟ اعرف ولا يجب اطلع للطيارة اللي فوقي. تعمل ايه؟ اطلع لها. طب خلي بالك انت قطعتها. استنى استنى امسك دي امسك امسك ايه؟ الغواصة معانا الغواصة والكسلان. استنى ادي الشبك استنى يا نهار ابيض. يوسف قطعها ازاي؟ اعرفك ولا طيارة كده. يلا يا عم خلي انت دمرتها بس قطعها من هنا والتاني طلع فوق يكسر اللي فوق اكيد بيعمل حاجه. يلا يلا بيغمز لها اهو قاعده لوحدها كويسه ومستريحه. ايه يا عم يوسف بتعمل ايه طيب؟ هطيرها هطيرها ايه ده حرام عليها. لا امسك بس امسك امسك بس يلا خدها جري كده. هتاخد الجري يا عم مش نافعه نافعه ارجع بس قوي اهو جاي يوسف ده حرام اه حطها ازاي بقى؟ حطيلي انا حطيلي لو طلعتها اديك 10 جنيه اهي جامد؟ اهي بطل اهي 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 اتعدلت اهي حرام عليه يلا طلعتها اهي ارمي طارت. الله ينور عليك يا يوسف. احنا حسدناه ولا يا يوسف؟ ولا يوسف يا جامد يا نهار ولا تتفعل ابا تعالى يا يوسف صيدناني تعالى صيدناني استنى تعالى انا مشلولة اهي المشلولة يا الحق هنا يا نهار ابيض اتفلقت من نص الطير تعالى هنا الكسلانة قصاد المشلولة جاي يلا يا ايدي جاي لنا ابعد عننا تعالى يلا يا رب يا يا قوي يا رب يا رب ما تميل يا رب ما تقلبيني اعدلي نفسك بقى الثلاث من غير ما حد يجي جنبها بتلعب في الجو اوعى العب يلا اوعى العوس يلا اوعى يلا ابا خد يلا مني والنبي اديني خد اطلع للولد ده تعالى لي يلا يا شيخ تعالى لي يلا والنبي اديني خد اطلع له اديك خد تعالى صيدني الاول هتطلع له ازاي يا ابني دي عمرها ما تطلع خلاص والله اللي دادله هتطلع ازاي والله تطلع له ايه شيخه بقى روحي بقى اديني يا ابو خير يلا اربط تعالى يا بنتي مشلول انت كده طرتين الدغدغ وخلاص الحمد لله وحتى كنا ناويين نوزعهم هديه ما عدتش هنا يوسف بسم الله ما شاء الله ايه يلا العسل ده ايه العسل ده خليت الطياره سكره سكره والتاني بيحاول يكسر اللي فوق بصوا بقى هنا ده شباك لما تعوز بقى تفتح وتشوف الشمس تفتح كده تمام ده الشباك بتاع النبي والنبي هسيبنا طيارتك واحده انا بقول لكم بس اللي دي الاشكال اللي اغلى اللي احنا عاملينها دي كانت تجارب من نص التجارب ده تست اما تشوف بقى يا عم شوف اجري مره اجري مره هنا يا عم حرام عليك يا كده دي كده اتدمرت اتدمرت يا عم يلا يلا بقى بروح روح ازاي روح يا شكالي بس امسك لك يا عم اوريك العرفاله يا عم خلاص يا ابني خلاص خلص وشويه اهو الحلوين دول اه يلا بسرعه هنشوف اي طياره الله يعمل ايه اه لا 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 استنى يا يوسف يا جامد انا جاي صيده جاي لك اه استنى ولا بتدي طايره تعالى تعالى يا ده تعالى يلا انا 100 100 انا 100 100 لم لم يا 100 100 انا بتاعي مش عايزه تطلع اصلا ما بتعديش الارض بتاعي ما بتعديش يا عم يا عاوز يطلع ينزل باي طريق يلا الكسلانه 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 تقوم تعالى يلا يوسف الناحيه الثانيه عشان تقلب عليه تعالى بسرعه الناحيه الثانيه تعالى بسرعه قبل ما تقف عملنا مصيده بالاثنين التعبانين عملنا مصيده بالاثنين التعبانين ومين هيجيب مين وانا اللي هجيب هجيبك يا يوسف هجيبك يا عم اسكت بسرعه ما عايز اطير شويه تعالى لم لم يا عم هقطع لك الكيسه يا عم لك ما تتكشفش عليا انا هجيبك مش هتقدر انا باكل تعال تعال اجمل هشدك انت والطياره ماشي شدني انا والطياره لو كسبت يبقى لك 20 جنيه ماشي يبقى كده جمعت 30 جنيه عشان طاقه الطياره ماشي يلا تعال 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 يا رب يا رب يا رب يا رب تعال تعال اطلع بقى انت بتضحك عليا انزل يا راسي انزل يا عمو انزل تعبان انزل جد جم اجمع 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 والله هجيبك اجمع يلا 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 شوف يلا
شد جامد بس. شد جامد. شد جامد. عايزك تجمع. شد لا. لا عرفت تسحبني يبقى بحق. طب تعال. تعال اهو. يلا اسحبني. تعال. يا سيدي. انت بتعمل ايه؟ انتوا الاثنين. طب شدوا جامد. تعال تعال. اوعى. انت كنت عايز اوقع. شد اجمع. انت لا تنك ايدك على 60 جنيه. ماشي خلصنا يا عم. ايدك على 60 جنيه. 60 جنيه. انا عايز فك. اكفك قطع يوسف قطعها لي ما استكفاش اللي هو قطع بتاعه. شايفين عمل لي ايه؟ عمل لي بوابه صغيره هنا عشان ادخل ايدي لو في حاجه تايهه ولا حاجه. وقطعت اهي و100 100 كده. الطاقتين باظوا لسه اللي فوق هنطلع نخربها وننزل. انت معاك طياره فوق فلسطين صح؟ اه. هنطلع نعمل مشايده. ماشي. اللي كسبت وانا اللي كسبت هاخد منك ال 200 جنيه. خلاص اتفقنا. هو الطيار. ماشي. بس مفيش تغيير. مفيش تغيير. ماشي مفيش تغيير. بجد. بجد. بس انت ليك 30 يبقى هنلعب على 230. انت 30 وانا ماشي يعني خلاص. لا. ده خلاص حرام. هديه. ماشي. تديني هديه كل واحد 30 جنيه. ماشي اتفقنا. ماشي. يلا بينا نست. خلاص يا معلم. انا هوديك على الجنب. الجنب حق فوزات. اوعى. بس انا هوديك بجد. افتشك. يلا. انا عمود زبته. قوم يلا قوم لم يا سندي عشان مش عايز واحد دايس. انت مش هتقع خمسه انت هتقع اربعه وتيجي خمسه. لم يا ابني. ساعتين ونص ايه بس؟ انت ما بتعرفش تحسب ولا صايم رياضه؟ فهمني او فهمني. هو نص ساعه. ماشي ما هو الدرس هو في درس نص ساعه يا ابني. امانه عليك كل بياخد درس نص ساعه يقول لي اذا ما كانش كورس اونلاين يعني. يلا يلا هنلم اهو. امسك بقى. طب ليه لفها خلينا نلحق. يلا اقلب اقلب لك يلا عشان نكسر دي. احلف لك بايه؟ احلف احلف لك بايه؟ احلف لك بايه يا عزيز قياسك قوي. حتى بص عفري. حتى بص الوقت دي. حتى بص عفري. حتى بص الحركه دي. حتى بص اللقطه دي. حتى بص الحركه دي. انت بس الحركه دي. انت بس الحركه دي. انت بس الحركه دي. يلا لف بقى ما تتجنش. اوعى اوعى عشان نكسرها يا كمان. بص اخي طه. بص اللي ما عرفتش تهرب على نفسك هكسر لك. لا الا المايك ده. المايك ده مش عمرنا. عال هلبها انا هلبها. بص بص بلم ازاي اهو 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 اهو. اهي شوفوا الفيديو ده. سلام.